الدول الضامنة الاجتماعي أستنى توقع على الوثيقة المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا. موسكو تأمل باستئناف محادثات جنيف خلال الشهر الحالي. وحدات من الجيش العربي السوري توسع نطاق سيطرتها بريف حمص الشرقي وتستهدف الإرهابيين على أكثر من محور. الرابعة في دمشق، حلقة جديدة من استوديو الحدث، حياكم الله. أهلا بكم. انتهى لقاء أستنى الرابع حول سوريا بجلسة عامة أعلن فيها الجانب الكازاخستاني الاتفاق على تخفيف التوتر في سوريا تمهيدا لحل الأزمة عبر الحوار، خطوة جديدة تؤكد أهمية منصة أستنى التي أثبتت فعاليتها بالنسبة لوقف الأعمال القتالية في سوريا. التسريبات عن الاتفاقية افترضت مكافحة الإرهابيين في تلك المناطق من قبل من أسمتها الدول الضامنة بالمعارضة المسلحة، وذلك توازيا مع عملية جنيف المتكاملة مع أستنى وليس المتعارضة معها. وعلى أسس النجاح التي أفرزتها اجتماعات أستنى الرابعة، أعادت موسكو الدعوة لاستئناف محادثات جنيف في أقرب وقت. إذن وقعت الدول الضامنة الاجتماعي أستنى على مذكرة تفاهم تم التوصل إليها في ختام اجتماعات أستنى الرابعة بخصوص الأزمة في سوريا. مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تنص على إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، وسبق التوقيع بيان لوزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف أكد فيه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أستنى ساهم في تخفيف التوتر في سوريا، مضيفا أن تنفيذ هذا الاتفاق يحتاج دعما دوليا لإنجاز الحل السياسي عبر الحوار. وفيما اعتبر عبد الرحمنوف أن منصة أستنى أثبتت أهميتها بالنسبة لوقف الأعمال القتالية في سوريا، أشار إلى أن عملية أستنى وجنيف تكملان بعضهما. أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أكد أن موعد استئناف المحادثات السورية في جنيف لم يحدد بعد، ولكن يمكن أن تجري بعد الشهر بعد 20 من أيار الجاري. وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو إنه لم يجد تحديد هذا الموعد بعد انطلاقا من أن المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيقوم بتحديد تاريخ الجولة الجديدة من محادثات جنيف استنادا إلى نتائج اجتماع أستنى الرابع. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب في وقت سابق اليوم عن أمل موسكو في انعقاد جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف خلال الشهر الجاري. مشاهدينا الأكارم، لمناقشة هذه الملفات اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم ينضم إلي في الاستوديو الدكتور خالد العبود عضو مجلس الشعب، الله يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بك صديقي. شكرا اليوم لك. قبل أن أدخل في التفاصيل، اليوم كان الجلسة الختامية لاجتماع أستنى الرابع في العاصمة الكازاخستانية، كيف قرأتم هذه الجلسة قبل أن أدخل في تفاصيل ما جرى بالتحديد؟ تفضل. بداية تسمح لي أتوجه لك بالتحية لفريق العمل للسادة المشاهدين. في جريح سوري باعت لي رسالة يقول فيها على النحو التالي: استاذ خالد، الله يخليك ويطول بعمرك، خلينا نفهم شو عم بيصير. هاي واحد. اثنين، وخلينا نشعر انه دمنا ما راح فاضي. هذه الرسالة اثرت فيني كثيرا، وبالتالي انا اريد ان اطمئن السوريين، كل السوريين، بان دماءهم وتضحياتهم وان ما قدموه لن يذهب على الاطلاق بين قوسين فاضيا على رأي الجريح السوري. شوف يا صديقي، الآن نحن طالما كنا نقول بأن هناك مستويات للاشتباك، وهذه المستويات عددناها، هناك مستوى وهو المستوى المباشر الذي نراه دائما وهو اشتباك الميدان. هناك اشتباك أيضا عدوان عليك في الاقتصاد،
عدوان عليك في المفاهيم، عدوان عليك في الإعلام. الإعلام يفتح جبهة عريضة تجاهك. إذن أنت مشتبك بعدة مستويات. المستوى الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده وهو الاشتباك السياسي. ماذا أعني بالاشتباك السياسي؟ دائما أي اشتباك له أدواته. حتى أشتبك أنا وياك على سبيل المثال بالإعلام، الإعلام له أدواته. نعم. في الميدان، الميدان له أدواته. طيب في السياسة، السياسة لها أدواتها أيضا. ما يحصل الآن هو امتداد لمنصات اشتباك في السياسة. طيب هل تغيرت مشهد الاشتباك، تفاصيل الاشتباك في السياسة، تغيرت من جنيف 2 لأستنا 4؟ أنا أجزم لك أنها تغيرت، والدليل أن هناك مذكرة قبل قليل أنت تشير لها ورصدها الإعلام بشكل أو بآخر، أن هناك مذكرة توقع بين دول ضامنة للحاصل أو الذي يمكن أن يحصل في مناطق 4 الآن حددت في سوريا. السؤال العريض، هل هناك تطور مثل ما يحصل تطور في الميدان يحصل تطور في السياسة؟ أنا أجزم لك المتابع البسيط الذي يمتلك ألف باء السياسة يمكن أن يؤكد لك أن هناك تطورا. نعم. هذا التطور كيف نرصده في السياسة؟ الضامن من هو الضامن اليوم الذي وقع على مذكرة هذا التفاهم أو هذا الاتفاق لجهة مناطق خفيفة التوتر؟ ما بدون يقولوا مناطق آمنة. لماذا يا صديقي؟ لأنهم لا يريدون أن يقولوا بأنها المناطق التي أشار لها ترامب بعد نجاحه في الانتخابات. بحثوا عن صيغة أقل وطئا على من؟ على تلك الدول التي وقفت في وجه ترامب بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة. إذن أنت أمام متحولات أساسية. قبل قليل كنت أسمع أن الأمريكي بارك بشكل أو بآخر أو دفع إيجابا باتجاه مذكرة التفاهم أو باتجاه الوثيقة. أسمحك عذرا دكتور خالد، مشاهدين الأكارم نذهب مباشرة إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا لمتابعة كلمة رئيس الوفد الروسي، لنتابع سوية. بعد مرور يوم واحد أي ابتداء من السادس من الشهر الجاري سوف تتوقف جميع الأعمال القتالية في هذه الأراضي، في هذه المناطق، المناطق التي رسمها وحددها الخبراء العسكريون. فيما يتعلق بمتابعة كيفية الالتزام بنظام وقف إطلاق النار فسوف تعتمد ليس فقط على تصرفات وحدات معارضة المسلحة المتواجدة في هذه المناطق، ولكن أيضا يعتمد على نشاط التنظيمات الإرهابية بما فيها جبهة النصرة وتواجدها ملحوظ جدا في هذه الأراضي. فيما يتعلق بقوات حفظ السلام فروسيا الاتحادية مستعدة لإرسال مراقبيها إلى ما يسمى بخطوط آمنة للمشاركة في متابعة كيفية الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية وتثبيت وتسجيل خروقات محتملة، ولكننا كدول ضامنة اتفقنا على أنه هناك إمكانية لمشاركة دول أخرى أيضا، ولكن على أساس التوافق فقط، وهذا القرار لا بد من اتخاذه وتبنيه بالإجماع من قبل تركيا وروسيا وإيران. وشكرا. هل من أسئلة أخرى؟ تفضل. روسيا 24، كان في السابق معلومات واردة حول أن هذه المناطق الحد من التصعيد سوف تكون يفرض عليها حظر الطيران، ولكن بالنسبة للطيران الروسي فسوف يستمر. هل هذا صحيح؟ كان من الإيجابيات اليوم تصريح الحكومة السورية، وزارة الخارجية السورية، التي قالت أن قيادة سوريا ترحب بالاتفاقات المتوصل إليها في أستانا 4 والخاصة بتحديد مناطق
حد من التصعيد والحقل حد من التل حد من التل حد من التل حد من التل حد من التها فوق حد من التل حد من التل حد من التصعيد والحكومة السورية توقف تحليقات طائراتها فوق هذه الأراضي. ونحن نعبر عن ثقتنا بأن بعد هذا التصريح سوف تتوقف تحليقات للطائرات القتالية السورية. فيما يتعلق بطيران روسيا الاتحادية ونحن أيضا مستعدون للتوقف والتخلي عن العمل القتال الجوي في هذه الأراضي إلا في حالة إذا لم تتم أي جهود رامية إلى زعزعة الاستقرار في أراضي أخرى. الجهود الواردة من هذه المناطق مثلا أي محاولات للاستيلاء على مناطق أخرى أو محاولات لهجوم ومهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية، ناهيك عن أي خطوات رامية وتطال المواطنين السوريين الأبرياء المقيمين خارج مناطق الحد من التصعيد. ونحن من جهتنا سوف نتخذ كافة الجهود للتخلي عن استخدام الطائرات القتالية فوق هذه الأراضي. حسين مرتضى، فيما يتعلق بالضمانات في هذه الجولة خصوصا من قبل التركي والأمريكي، هل تعتقدون أنه في هذه المرة هناك جدية فعلا من قبل التركي لمحاربة الإرهاب والدور الأمريكي في هذا الإطار؟ شكرا. Я хочу сказать, что в отношении намерений турецкой стороны все-таки не стоит добрых намерениях турецкой стороны. Турки وحسنها فليست لدينا أي دوافع للتشكيك فيها، لأن تركيا طرف نشط ضمن الدول الثلاثة الضامنة لعملية أستانا، ونعول على أن تركيا سوف تلتزم بتعهداتها. فيما يتعلق بالولايات المتحدة فكما تعرفون فإن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطية لم يتم تحديدها حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، غير أنه خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت مؤخرا بين رئيسنا والرئيس الأمريكي فإنه تم إعلان لدعم جميع الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أراضي سوريا، ولذلك نحن سنستمر في هذا العمل المشترك مع الطرف الأمريكي لإيجاد أساليب وآليات أكثر فعالية للتعامل في الأراضي السورية. وللأسف حتى الآن يتغاضى الأمريكيون عن محاولاتنا لإقامة تنسيق وثيق بين العسكريين الروس والأمريكيين، وهذه الخطوة ستكون صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تساعد في حل قضايا كثيرة بما في ذلك في ميدان القتال، وسوف نستمر في هذا العمل وفي هذه المحاولات. عمرو منيري، قناة الغد. بالنسبة للتعاون العسكري، الآن هناك ربما تكون قوات إيرانية موجودة في سوريا بحسب المعارضة. بالنسبة للقوات الموالية لإيران الموجودة على الأراضي السورية كما تقول المعارضة، ماذا سيحدث بشأنها، وخصوصا أن المعارضة كانت تشترط خروج هذه القوات إن كانت موجودة على الأراضي السورية؟ فيما يتعلق بالقوة الموالية
للحكومة والمتواجدة في أراضي سوريا وهي توجد في سوريا تلبية لدعوة من الحكومة السورية ويقومون بتقديم المساعدة للقوات السورية للجيش العربي السوري وربما الحديث في الوقت الحاضر وعلى خلفية الأعمال القتالية الناشطة من السابق لأوانه الحديث عن ذلك ونحن نعرف أنه قبل 3 أسابيع قد اتخذ مسلحو جبهة النصرة وكانوا مدعومين من قبل عدد من ما يسمى بالمعارضة المسلحة المعتدلة اتخذوا محاولة لشن هجوم في اتجاه مدينة حما وبفضل جهود عظيمة اتخذتها القوات السورية وبما في ذلك بدعم من قبل الفصائل الشيعية وبتضحيات كبيرة تم إحباط تلك المحاولة وذلك الهجوم وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها قبل المهاجمة ونفس المحاولة شهدناها في ريف دمشق عندما تعرضت مناطق وأحياء كبيرة مثل جوبر وقابون والمواقع للقوات السورية في هذه المناطق تعرضت لهجوم من قبل المسلحين ونعتقد أنه في حال إذا استطعنا التوصل إلى تهدئة الأمور في مناطق الحد من التصعيد وإحداها تطال غوطة الشرقية وحينها سوف نتمكن من الحديث إذا كان هذا السلام وهذا الاطمئنان والهدوء كان شاملا وحينها سوف نتحدث عن إمكانية سحب وحدات تابعة لجمهورية إيران لكم أن تحدثونا ما هي الفترة التي من المفترض أن تعمل هذه الخطة خطة تحديد مناطق الحد من التصعيد مدة عملها 6 أشهر وهناك فرصة وإمكانيات لتمديدها تلقائيا لمدة 6 أشهر جديدة إن لم تكن هناك أي ملابسات جديدة أو قرارات جديدة تتخذ من قبل الدول الضامنة وإذا قمنا بتفسير هذه الفكرة فهذا يعني أنه في حالة الضرورة يمكن أن تكون لهذه المذكرة أن تعمل إلى أجل غير مسمى إذا كانت هناك أسئلة أخرى إذا لم تكن أسئلة فشكرا على حسن المتابعة المؤتمر الصحفي انتهى شكرا على حسن المتابعة إذا مشاهدينا الأكارم أرحب بكم مرة ثانية تابعنا وإياكم كلمة رئيس الوفد الروسي لأستانا ألكسندر لافرنتيف قال المذكرة حول مناطق تخفيف التوتر في سوريا تفتح الطريق للحل السياسي وأضاف فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ تخفيف التوتر فإن روسيا سترسل قوات لمتابعة ذلك الأمر وأضاف بأن الحكومة السورية وافقت على الاتفاق في أستانا ونحن مستعدون للتخلي عن العمل القتالي في مناطق تخفيف التوتر إلا في حال وجود محاولات هجوم من داخل تلك المناطق. أيضا كان هناك خبر عاجل قبل قليل الدكتور بشار الجعفري يقول نأمل من الأصدقاء الروس والإيرانيين بحث تفاصيل المذكرة الروسية مع دمشق في أسرع وقت ممكن. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور خالد العبود. دكتور خالد أبدأ من الخبر العاجل للدكتور بشار الجعفري نأمل من الأصدقاء الروس والإيرانيين في أسرع وقت بحث تفاصيل وقف الأعمال القتالية وتخفيض حدة التوتر في بعض المناطق التي تم الاتفاق عليها. من شان هذا الكلام مهم للدكتور بشار من شان السوريين أيضا لأنه الآن سيقول هناك بعض السوريين بأنه حتى اللحظة لم يرد خبر على السوري على القيادة السورية. أنا أفسر كلام الدكتور بشار الجعفري على أنه يتحدث عن شيء يتعلق بالشيء العملي على الأرض والميدان. الدكتور بشار يقود فريق الآن هو ليس عمليا
هذا الفريق المتواجد الآن في المؤتمر في هذه المنصة، هو يتحدث في تقديري عن التنسيق عملياتيا على الأرض. هناك دور ستقوم به الدولة السورية، هذا الدور يتعلق بالميدان، يتعلق بخطوط معينة، يتعلق بضمانات أخرى لبعض الدول الإقليمية لجهة التحريض، لجهة التسليح، لجهة التمويل. هو يتحدث عن شيء يتعلق بالشيء العملي بالميدان، الآلية التنفيذ، لأنه بدك تنتبه أيضا أنه عليك دور، يعني لك دور في هذه الوثيقة أو في هذه الرؤية، أنا سميتها رؤية في الحقيقة في التحليل، باتجاه منصة جديدة، باتجاه خارطة لتوزيع قوة جديدة. أنا في تقديري هذا الكلام مهم، يجب أن نفرق إذن بين أنه الدولة السورية، القيادة السورية طلعت على هذه الوثيقة، وبين الدور السوري العملياتي في هذا الاتفاق أو في المرحلة القادمة من هذا الاتفاق. يجب التفريق بين هذين المعنيين، لأنه أنا في تقديري أيضا في التحليل، لا أنقل موقفا سياسيا، لا يمكن، تذكروا هذا الكلام، لا يمكن أن يقوم الروسي بأي خطوة بعيدا عن القيادة السورية، وبعيدا عن التنسيق مع القيادة السورية، وبعيدا عن مناقشة القيادة السورية والاتفاق معها على أي شيء يمكن أن يقدمه الروسي في أي منصة وفي أي مستوى من مستويات الاشتباك، مشان ما يروح عقلنا أيضا لمكان آخر. ليش يا صديقي أنا عم قول هذا الكلام؟ لأن هناك البعض للأسف ما بتعرف من وين هذا التحليل عم يجيك، من وين هذا الاختراق، في ظل إعلام مفتوح، في ظل شبكات تواصل اجتماعي وغير اجتماعي، يتحدث الآن لك البعض عن هذه الرؤية التي قدمتها روسيا على أنه مشروع تقسيم لسوريا، هكذا قدم. البعض قال بأن روسي يخطط وينفذ دون الرجوع إلى القيادة السورية والدولة السورية. نذكر هؤلاء وبهدوء شديد أن هناك تحالفا استراتيجيا، في فرق يا صديقي، وكنا دائما نفرق بين أن تكون أداة وبين أن تكون طرفا حقيقيا من خلال تحالف استراتيجي له مجموعة من الأهداف. السوريون، الدولة السورية، القيادة السورية جزء من تحالف استراتيجي ليس فقط بين روسيا وبين سوريا، وإنما يجب أن نتذكر دائما أن إيران، أن طهران في وسط هذا التحالف، ويجب أن لا ننسى، والبعض يحاول أن ينسى أو يحاول أن يلتف عن التحالف الاستراتيجي الذي يجمع حزب الله أيضا مع هذا التحالف الروسي الإيراني السوري. ما حدا يتحدث في عناوين وهمية افتراضية يأخذنا البعض باتجاه عنوان هنا وعنوان هناك، ونكون قد وضعنا أنفسنا في مكان معنوي لا يليق بنا. طيب، هنا مما شاهدناه عندما كان هناك وقائع دخول الوفود المشاركة إلى القاعة، كان هناك، دعني أقول كما نتحدث بالعامية، حركة صبيانية من قبل هذه المجموعات المسلحة، هناك من امتعض وغادر القاعة. هنا نتساءل، إذا كان المشغل لهم وافق وتم الاتفاق معه على هذا الرؤية التي تحدثت عنها حضرتك، لماذا هذه البروبيغندا، لماذا هذه الحركات التي يقومون بها؟ بدك تنتبه هنا، بدك تفصل هذه الحركة إلى مستوى، إلى نوعين، إلى شكلين. بدك تنتبه على أنه السعودي ليس ضامنا، مو معنى ذلك السعودي ما وافق، لا، السعودي في تقديري أنه يتمنى أن يدخل على هذه الضمانة، لكنه يحتاج ضمانة لذاته أيضا في ظل تحولات وانزياحات كبرى على المستوى الإقليمي. انتبه ماذا قال أعتقد رئيس الوفد الروسي قبل قليل، وأعتقد أنك سجلت هذه النقطة. قال بأن هذه الرؤية أو هذه الوثيقة أو هذا الاتفاق مفتوح لقوى إقليمية أخرى يمكن أن تنضم إلينا بهذا على أساس التوافق. إذن أنت هذا ماذا أفهمه أنا في السياسة؟ أنها دعوة لمن يحاول الآن أن يركب باتجاه هذا التوافق، لكن بدك تنتبه يا صديقي إنه القضية ليست مزاجية، القضية قضية قدرة وعدم قدرة. يعني لا يستطيع الآن السعودي أن يدخل على هذا الاتفاق أو هذا التوافق دون أن يضمن أشياء ما معينة تتعلق بوجوده على المستوى الإقليمي. يعني يسأل بعض المشاهدين، شو عم تحكي يا خالد عبود؟ إيه، بدك تنتبه على أنه السعودي آكل هوا باليمن، على أنه السعودي
بشكل أو بآخر في بعض المفاصل الأخرى. مثلا سمعنا ولي العهد السعودي من قبل ساعات قبل أيام يهاجم بلغة جديدة هجوم مفتوح على طهران وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران. البعض أخذها على أنه شو صاير، اللي صاير أنه السعودي بده يركب على هذا التوافق، لكن حتى يركب على هذا التوافق يريد أن يثقل نفسه كيف؟ مو هي دعوة على العشاء، مو هي دعوة على الغداء، مو هي دعوة وجدانية تتعلق بالمشاعر، تتعلق بالأفعال، تتعلق بوزنك أنت على مستوى الإقليم وقدرتك على الفعل. اليوم مثلا السعودي ماذا فعل؟ أنا في تقديري سيعطي إيعاز لمجموعاته المستعملة في الميدان على أن لا توافق، مو على أن توافق. هل هي قادرة على التعطيل؟ نعم قادرة على التعطيل. ليش؟ شو اللي عملوه بالغوطة الآن؟ شو اللي عملوه قبل ما نروح على لما هاجموا أطراف دمشق من جهة القابون؟ هم قادرون على أن يعطلوا، لكن بدك تنتبه على أنه التعطيل في لحظة من اللحظات قد لا يفيدك في السياسة، قد يلحق بك الضرر. لأنه الاتفاق في جوهره ماذا يعني؟ شوف صديقي، الاتفاق في جوهره، تذكروا في يوم من الأيام طلب الروسي من الأمريكي أن يقدم له خرائط تموضع المعارضة المعتدلة المسلحة. قال هذا ما قاله أيضا لافرنتيف الآن. ما زلنا في البداية ونحتاج لجهود إضافية لتحديد خرائط وقف الأعمال القتالية. تماما هذه الخرائط التي أريد أن أصل إليها. ماذا قال الأمريكي في عهد أوباما؟ قال المخابرات الأمريكية قدموا لنا الخرائط التي تحدد تموضع القوى المعارضة المعتدلة المسلحة. يعني تعال نفصل القوى المسلحة المعارضة البطلة الثائرة عن داعش وجبهة النصرة، باعتبار كان هناك في قرار من مجلس الأمن لمحاربة ومواجهة داعش وجبهة النصرة. الذي حصل أن المخابرات الأمريكية لا تمتلك هذه الخارطة، يعني لا تمتلك خرائط تموضع ما سمته بالقوى المعتدلة المسلحة. الآن شو، وين أخذوا الروسي؟ الروسي الآن ورطوا للأمريكي، أنت ماذا يعني هذه النقاط الأربع أو هذه الجغرافيات المناطق الأربع؟ يعني في نهاية المطاف أنك سوف تفصل المعارضة المعتدلة المسلحة التي سوف توافق على وتلتزم بهذا الاتفاق وبين داعش وجبهة النصرة. الآن السعودي قد يذهب المذهب التالي، يا إما من تحت الطاولة يذهب إلى التفاوض لإيقاف جماعته يلتزم بهذا التوافق، يا إما أن يذهب عكس ذلك، أن يعطي تعليمات بأن لا يكون هناك انصياع وتوافق من خلال هذه المجموعات. المشهد اللي شفته أنت، المشهد اللي شفته يتعلق بإحدى احتمالين. يا أما هو انفعال صبياني من قبل هذا الولد وهو ممتاز في السياسة، شوف لأنه في بعض الأحيان صفر في السياسة طبعا ممتاز بالنسبة لك في السياسة، يعني في وفود عم تراقب. طيب العمش إذا هذا رئيس وفد وثوار جدعان وأبضايات وبدون يواجه داعش ووا انفعلوا صابوا هيك، شلون المقاتلين تبعينه يلي في الميدان وفي الجغرافيا الفلانية والجغرافيا الفلانية؟ إذن هذه مقدمة في تقديري راقية جدا للتعبير عن طبيعة وعقل أولئك الذين يديرون هذه المجموعات. اسمح لي دكتور خالد أن أرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد المسيح الشامي، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من برلين، الكاتب والباحث السياسي. حياك الله دكتور عبد المسيح، أسفين للإطالة. تحية لك صديق العزيز وللأستاذ خالد العبود، تحية لكم. أهلا وسهلا بك صديقي، حياك الله. إذا انتهى لقاء أستانة 4 وتم الاتفاق على تخفيف التوتر في سوريا. كان قبل قليل هناك كلمة للرئيس الوفد الروسي في أستانة 4 لافرنتيف، قال عدة نقاط أتحدث عن إحداها. يقول الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية اتفقت على إمكانية مشاركة مراقبين من دول أخرى شرط التوافق. وتحدث الدكتور خالد العبود وقال من الباب ممكن أن يكون مفتوح للسعودي ولغيره إذا كان يريد أن ينضم إلى هذا الموضوع. هنا أتحدث، هل لدى السعودية اليوم رغبة حقيقية أن يكون لها طرف في هذا الموضوع وأن طرف في هذا الاتفاق؟ طبعا بداية دعني أعقب أو يعني أمر على موضوع الاتفاق من بحد ذاته من حيث المبدأ. أعتقد أن ما جرى اليوم هذا الاتفاق يعني قفزة ذكية جدا من قبل الحليف الروسي للقفز فوق مطبات أعتقد أنها كانت إلى حد ما يعني عقبات حقيقية في وجه أو في يعني أمام أي مشروع كان يطرح.
طبعا العقبات وبشكل واضح جدا هي يعني كما كنا نسمع بشكل دائم على مدار الأزمة منذ بداية الأزمة حتى الآن، أن التركي يريد أماكن أو يعني مناطق آمنة، الأمريكي طرح الأمر، ربما في الآونة الأخيرة حتى السعودي، حتى كل هذه الجهات إلى حد ما كانت يعني تقف وبشكل دائم عندما نصل إلى الميدان على هذه المطالب، نحن نريد مناطق آمنة. مناطق آمنة طبعا بمنظورهم وبمخططاتهم كانت هي عقبات أو يعني صخور في واجهة في يعني طريق أي حل سياسي، يعرفون أن هذا الأمر لن يقبل، وهم طبعا إذا قبل له طبعا تأويلات وتفسيرات ومشاريع وخطط أخرى تصب بخانة التقسيم. اليوم أصبح هذا الأمر، اليوم روسيا قدمت مشروع ربما تحت نفس العنوان ولكن لمشاريع وطنية، لمشروع وطني، لهدف وطني، هو الاستباق على أي طرح من هذه الجهات. أنتم تريدون مناطق آمنة، نحن نطرح المناطق الآمنة ولكن ضمن شروط تحقق إلى حد ما، إلى حد كبير الشروط الأساسية والنقاط الأساسية والأهداف الأساسية لإنهاء الصراع، وليس لأجندات التقسيم في المنطقة. لذلك أعتقد أن ما جرى اليوم هو حقيقة إنجاز كبير، خطوة كبيرة، رغم أن العنوان الحقيقي والكبير لهذا الأمر هو القفز فوق المطبات قبل أي أمور أخرى. فيما يتعلق بالسعودية، أعتقد أن السعودية لن تكون كما كانت على الدوام، لن تكون شريك في أي حل سياسي، لن يكون هنالك أي رغبة لا من قبل السعودية ولا من قبل أي من هذه المشيخات الخليجية في الدخول بأي عملية يمكن أن تساعد في الحل السياسي. لذلك اليوم عندما يقول المندوب الروسي أن هذا الأمر طبعا مفتوح لدخول يعني دول أخرى، أعتقد لو كان هنالك السعودية رغبة لكانت شاركت في أستانا، لكانت شريكة في هذا في هذا في هذا المؤتمر، لكانت شريكة في المؤتمرات السابقة. هو يعي تماما كما نعي نحن أيضا، كما يعي الشعب السوري والعالم، أعتقد أن السعودية بالأساس بذلك الموقع وبتلك الأهمية وبتلك القدرة على تحديد ربما أو الدخول كشريك حقيقي وكطرف حقيقي في وضع حلول. هي يعني بالنتيجة تبقى هي وكل هذه المشيخيات في الخليج مجرد أدوات للمشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني في المنطقة. هي ربما يعني تكون لها دور متقدم في أماكن ما، في وقت ما، في مشروع طيب ما. دكتور عبد المسيح، هل تتفق مع ما قاله قبل قليل، بدي جواب بنعم أم بلا، مع الدكتور خالد عندما قال بأن السعودي يمكن أن يكون معطل من خلال إملائه للتنظيمات الإرهابية كما حدث في أطراف ريف دمشق؟ بالضبط هذا ما أريد قوله تماما، أنه يمكن للسعودية أن تكون طرف معطل ولكن لن تكون يوما طرف مساعد. طيب. هذه خطورة هذه الدول. طيب. السعودية وقطر وهذه الدول وحتى دول الإمارات وهذه الدول تلعب دور معطل عندما يريد الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي، ولكن عندما يكون هنالك حلول ليست في موقع هي وضع حلول ولا المشاركة في حلول ولا حتى في موقع تسهيل الحلول في أي أزمة، لا في سوريا ولا في أي ملف في المنطقة. طيب. تفضل بالبقاء معي دكتور. نعم وصلت الفكرة في هذا الموضوع، أريد أن أستثمر الوقت معك ومع دكتور خالد العبود قدر الإمكان. دكتور خالد وأيضا دكتور عبد المسيح، في خبر ما بعرف إذا بهمكم، وفد المجموعات المسلحة يبدأ مؤتمره الصحفي ويطلب من الأمن إخراج ممثلي الإعلام الوطني السوري. يعني احنا كثير مدورين هلا ما بهمنا. كويس. طيب عندما نتحدث عن الضامن التركي، هذا النظام التركي هو يشارك في أستانا من جهة، وهو أيضا يقوم بالاعتداء على الأراضي وعلى السيادة السورية من جهة أخرى. إلى أي حد يمكن أن نقول بأنه مقبول أن يكون التركي ضامن لهذه المجموعات الإرهابية؟ هذا من جانب، وهل لديه القدرة أن يكون ضامن على هذه وله المونة كما نقول بالعامية على هذه التنظيمات؟ بداية تسمح لي أنه أتوجه إلى أخي عبد المسيح طبعا. بالتحية، وأنا أوافقه في كل الخطوط التي مر عليها، هي قراءة دقيقة حقيقية تحاكي ما يحصل في الميدان وفي السياسة أيضا. أيضا بالنسبة لهذا الطلب، قلت لك هذه الحالة الاستعراضية، شوف الحالة الاستعراضية في السياسة حالة تعبوية، عندما تكون في مكان ما لا تفيدك الحالة التعبوية، إن تستعرض أحيانا لتستثمر حالة معينة، يعني ممكن تساويها هاي بمكان آخر، أما في هذا المكان لا تساويها أفضل لأنه أنت بتخسر. في شيء اسمه في السياسة المتأخر، في حدا متقدم وفي حدا متأخر. ولو جبت مثال سيادة الرئيس بشار الأسد، راقبه جيدا،
لا ينفعل. لاحظ أنت تقول لماذا لا ينفعل هذا الرجل يا أخي؟ ليش ما بيطلعوا بيسبوا بيشتموا كذا وا وا وا؟ أنت بيصيبك ضغط. صحيح. هو في حالة متقدمة، هو لا يعيش هذه الحالة التي تعيشها أنت في لحظة سياسية ما معينة. في حدا على سويتك الآن اليوم هون بعده بيحكي بالتقسيم، شوف في السياسة. نعم. في حدا بعده بيحكي بإسقاط النظام، هذه حالة سياسية ثلاث مراحل على المستوى الداخلي السوري. مرت مراحل العدوان بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إسقاط النظام، المرحلة الثانية مرحلة التقسيم، المرحلة الثالثة لاحظ وهي تقاسم السلطة. أنا أقول لك وتذكر جيدا ومن هذا المنبر أقول لك قلت لا لإسقاط النظام، يتذكروا هذا الشيء السوريين. اثنين، لا لتقسيم الوطن السوري، وهذه مرحلة صارت ورانا مو هلا بفكر البعض إنه الآن عم تحصل. لا. ثلاثة، لا لتقاسم السلطة. هلا بعض بيقول لي ما بدكم تعطوا للآخرين؟ لا ما بنعطي للآخرين، الآخرين بيجوا بياخدوا بعملية سياسية. ما بيجي أنا لعند رفاقي في حزب البعث العربي الاشتراكي بقول لهم شو بتعطوني؟ إيه ما بتكون السلطة ملك أبيهم؟ لا، السلطة الوطن السوري لكل السوريين. وبالتالي تذكر جيدا يا صديقي، لا لإسقاط النظام أي لإسقاط الدولة، لا لتقسيم الدولة الوطن السوري، وأخيرا لا لتقاسم الوطن أي تقاسم السلطة. هذون الثلاثة تذكرون. البعض الآن يتصرف هو في مرحلة إسقاط النظام. إذن العقل السياسي الذي يمتلك البعض هو في بعض الأحيان عقل متأخر أو عقل متقدم. هذه يجب الانتباه لها. تركيا، وأنا آسف لو أطلت قليلا على أخي عبد المسيح، تركيا بتكون تنتبه على أنه لها أهداف، أهدافها لم تكن ثابتة خلال مراحل العدوان. راجع الحالة التعبوية والمعنوية لأردوغان، قال سيصلي في الجامع الأموي، هلأ بعد عصي بالباب، بعد عصي في أماكن أخرى. اليوم أردوغان يحتاج شيء واحد فقط، أمنوا لي، هدئوا لي، بردوا لي الخاصرة مع السوريين الأكراد. شوف لوين. إذن في تحول بالأهداف السياسية لأردوغان أو لتركيا. هو ضامن أو غير ضامن؟ قلت لك قبل قليل في السياسة ما فيني إجي أثق فيك يعني والله وجدانيا مثل في العلاقات الاجتماعية أحبك وأكرهك وواوا. لا، في السياسة في بعض الأحيان أنت مضطر غصبا عنك، ولو كنت من تكون أنت مضطر أن تكون ضامنا. ليش؟ للحفاظ على مصالحك أولا وأخيرا. أنا في تقديري التركي مرغم اليوم، مو والله لأنه عفوا نظام أردوغان نظام أخلاقي قيمي كذا إلى آخره، في السياسة لا يوجد ذلك. في السياسة أصبحت سوريا مركز المنطقة والإقليم حالتها ساخنة، إذن ستؤثر على الإقليم. حتى يبرد الإقليم في كل أعضائه وأطرافه بحاجة لتبريد سوريا. فالتركي إذا لم يكن ضامنا ويعمل على تبريد الوطن السوري هذا يعني بأنه بحالة لا يمكن أن تكون باردة. ما أريد أن أقوله بالضبط، نحن لا نعول أخلاقيا لا على التركي ولا على السعودي، أولئك الذين عفوا غاصوا في دماء السوريين، نحن لا نعول عليهم أخلاقيا ووجدانيا. نحن نشتبك معهم قبل قليل قلت لك، نشتبك معهم في السياسة من أجل أن يضغط عليهم حلفاؤنا، وأيضا يتضغط عليهم بعض القوى الإقليمية والدولية للتراجع عن الدور الذي قاموا به منذ اللحظة الأولى. أعني بالضبط المشاركة في العدوان على سوريا. دكتور عبد المسيح لو سمحت لي، في ظل كل هذه القراءات أريد أن أتحدث عن الجانب الأمريكي. هناك من توسم خير بأن مستوى التمثيل بالمساعد لوزير الخارجية بأنه يفوق المستوى الذي كان قبله في أستانا 3 وقبله أيضا. هل يبدو أن هناك هامش حتى الآن بالنسبة للأمريكي للاستفزاز أو المناورة أو الاستثمار في شيء ما اليوم على الأرض؟ يعني أعتقد أن الرهان الأمريكي حتى الآن على المجموعات الإرهابية لم يسقط. يعني المشكلة في يعني هنا لب الموضوع، لما هذا التأخر، لما كل هذه الإشكاليات، لما هذا العجز إلى حد ما في كل هذه المؤتمرات. السبب الرئيسي صديقي العزيز أن الأمريكي حتى الآن لم
إرادة الحل السياسي للأزمة السورية، والسبب في ذلك أن الأمريكي يربط الملف السوري، يربط الحلحلة في الملف السوري مع الروسي في ملفات كثيرة أخرى لها علاقة بأوكرانيا، لها علاقة بالدرع الصاروخي، لها علاقة بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي، بأمور لها علاقة باليمن، بأماكن مختلفة. أعتقد أن القضية بالنسبة للأمريكي قضية معقدة جدا، وهو حتى الآن رغم كل حجم التمثيل هو يحاول بشكل أو بآخر التعاطي والتعامل مع الوضع السوري بسياسة الأمر الواقع قدر الإمكان، دون أن يخسر مواقعه، دون أن يقدم الكثير، يحاول أن يساير التقدم الروسي، يحاول أن يتماشى مع التفوق الروسي الذي بدأ يظهر وبشكل واضح جدا في الملف السوري وفي ملفات كثيرة أخرى، حتى تلك الملفات التي ذكرتها والتي هي عالقة إلى حد ما مع الأمريكي. هذا النفس نجده عند كل الغرب. عندما جاءت منذ يومين ميركل إلى روسيا أيضا كانت على سلم الأولويات القضية الأوكرانية، قضية ما يعني مؤتمر مينسك وإلى ما هنالك. هذه القضايا التي تعتبر إلى حد ما خارج الإطار المطروح على المستوى العالمي اليوم، ولكن تربط كل شيء بالملف السوري بهذه القضايا، يريدون مكاسب من روسيا في أماكن مختلفة. هذا هو لب الموضوع. أنا أعتقد يعني حجم التمثيل لا يزيد ولا ينقص في القضية المهم، كما قال الرئيس بوتين عند أيضا ما يعني قام بالمؤتمر الصحفي مع ميركل، قال أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا من خلال الدور الأمريكي الفاعل والإيجابي في سوريا، في القضية، في تقديم حل سياسي. هذا الأمر يعني له دلالة كبيرة جدا، هذا اتهام مبطن. يعني عندما نقول أنه حتى الآن يعني المطلوب دور أمريكي، إذن لا يوجد دور أمريكي، لا يوجد رغبة أمريكية، لا يوجد يعني جنوح من قبل أمريكا لحلحلة الملفات السياسية. باقي التفاصيل، أنا أعتقد كل هذه القضايا، المجموعات الإرهابية، تركيا، السعودية، قطر، كل هذه الأدوات إلى حد ما طبعا كما يعرف الجميع هي تأتمر بالأوامر الأمريكية، هي تحاول بشكل أو بآخر من خلال الوجه الأمريكي الذي تظهره تظهر أنها متعاونة مع روسيا، تظهر أنها تقدم التسهيلات بشكل أو بآخر، ولكنها من خلال يعني أدواتها في المنطقة إن كان المحلية المجموعات الإرهابية أو من خلال الدول الإقليمية تحاول بشكل أو بآخر وضع العصي في الدواليب، وضع شروط. يعني عندما نقرأ اليوم الشروط التي قدمتها المجموعات المسلحة نجد أنها عمليا هي نسف لفكرة هذا الحل، نسف لفكرة أي حل سياسي، نسف لفكرة أي منطقة آمنة، أو حتى لفكرة وقف القتال في سوريا التي يعتبر أنها دخلت حيز التنفيذ منذ أستانا السابق. لذلك أعتقد هذه المجموعات لا تقدم أجنداتها الخاصة. نحن نعلم أن من يدفع الرواتب، من يدرب، من يسلح، من يرعى، من يحمي، من يسهل، هو الذي يتحكم بالأجندات. ولذلك هذه المجموعات تتكلم بلسان حال أمريكا، بلسان حال تركيا بشكله الظاهر أو السعودية، ولكن كل هذه الدول إلى حد ما تسير وفق الأوركسترا ووفق الضابط الأمريكي الذي يضبط عمل كل هذه المجموعات في المنطقة. ولذلك قبل أن يكون هنالك حل حقيقي لمشكلة الإرهاب، لمشكلة المجموعات الإرهابية، فصل الإرهابيين الذين يعتبرونهم معتدلين عن ليسوا معتدلين، عندما يعني نصل إلى حلول حقيقية يمكن أن تقدم يعني تحدث تقدما على صعيد الميدان، عندها يمكن أن نقول أنه في السياسة يمكن أن يكون هنالك تقدم، يمكن أن يكون هنالك بوادر لحل، أو على الأقل يعني أسس أساسية أو يعني مبدئية لحل سياسي. وهذا الأمر حتى الآن للأسف الشديد أنا لا أجده. يعني لا اليوم لم نشهد حتى الآن تقدم حقيقي ولا نية حقيقية ولا يعني تحرك في هذا الاتجاه. لا تركيا جادة اليوم في التعاطي بكبح جموح يعني كلابها الضالة في سوريا، ولا أمريكا ولا السعودية، كل هذه الأدوات لا تتحرك بهذا الاتجاه. إذن أعتقد أن الحل السياسي حتى الآن ما زال غائب، طالما أن المجموعات الإرهابية لا يوجد لها ضابط، لا يوجد هنالك أسس أساسية لحل مشكلة الإرهاب، أو على الأقل يعني على الأقل هذا الخطوة الأولى. يعني عندما نقول أن هنالك حل مشكلة المجموعات الإرهابية، هذا الحل يبدأ عادة بفصل المجموعات الإرهابية عن الغير إرهابية حتى نعرف مع من سنتفاوض. حتى الآن هذا الأمر غير متوفر، وبالتالي لا يوجد على الأقل نية حقيقية بوضع حل سياسي. استمعت إلى ما قاله الدكتور عبد المسيح، بدي تعليقك. يعني ليس هناك جدية حتى للتنظيمات الإرهابية ولا للدول الضامنة ولا للولايات المتحدة الأمريكية، هذا من جانب. من جانب آخر،
الولايات المتحدة الأمريكية تضرب بعرض الحائط كل المحاولات الاقتراب وأن يكون هناك وفاق أو اتفاق على شيء ما بينها وبين الروسي. هناك من يظن بأنه كلما كان هناك اتصال بين الروسي وبين الأمريكي يتم الحديث فقط عن سوريا. ما يعطل الوصول لحل في الأزمة السورية هو وجود عدة محاور أخرى لا يتم الاتفاق عليها ومن ضمنها اليوم سوريا. متى نصل إلى يصل الاتفاق أو نصل لاتفاق بين الروسي وبين الأمريكي؟ هذا من جانب. وهل سيكون هناك تنازل من قبل الروسي للتلاقي مع الأمريكي من جانب آخر؟ عظيم. خلينا نتابع شوي المشهد بدقة وبحرفية قليلة. يعني نحن لو عدنا إلى الخلف قليلا حكينا الآتي. سؤال: دائما الأهداف الكبرى لأي عدوان يحصل، في أهداف كبرى، في أهداف استراتيجية. يعني لما بدك تقوم بعدوان مثل هذا العدوان الذي حصل على العراق مثلا على سبيل المثال، ما بدي أحكي عن سوريا، تضع له دائما الدول التي صاحبة هذا العدوان تضع أهداف رئيسية، أهدافا أساسية. طيب، في عندك دول واعية سياسيا، راشدة سياسيا، وقد تكون إمبريالية، وقد تكون ذات مصالح وأطماع إلى آخره. أذكى شيء في السياسة هي دول الاستعمار. يعني لا تستطيع أن تقول بأن الفرنسي عندما احتل سوريا لم يكن ذكيا ولم يكن يمتلك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لجهة احتلاله سوريا، أو بريطانيا لبعض الدول العربية الأخرى. إذن هذا يجب أن نثبته، لكن بدك تنتبه على أن هذا الذكي في السياسة والذي يمتلك أو يضع جملة من الأهداف هو أولا أو أخيرا تحكمه المصالح، هو براغماتي. عندما يخفق في تحقيق الأهداف الأساسية مو معنى ذلك عفوا بيسلم أو بيروح للانتحار، لا، يبدل الأهداف. هذا الأمر وقعت فيه بعض الدول، دول العربان التي شاركت في العدوان على سوريا. خذ مثلا عندما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالغزو لبغداد، ضع الفرضية التالية أنها لم تستطع أن إسقاط نظام صدام حسين. طيب بدي أسألك سؤال، ما هو موقف مملكة آل سعود في هذه اللحظة؟ أنتم بكم تتفاجأوا أنه لا يوجد بديل، لا يوجد هناك بديل عند نظام آل سعود. عندما هاجموا سوريا ما في بديل بين أيديهم، وضعوا مباشرة الأهداف القاتلة، يعني أن يسقط الوطن السوري، أن يحصل في سوريا ما حصل في العراق. الأمريكي مو هيك، الأمريكي يضع بدائل، والأمريكي براغماتي، والأمريكي يضع أهداف متحركة في بعض الأحيان. أكثر من ذلك، عندما يجد أنه خسر تماما لا يعبر عن هذه الخسارة، حتى عندما يريد أن يذهب إلى تسويات يحاول أن يثقل نفسه في هذه التسويات. خذ على سبيل المثال، استعمل الفوضى الخلاقة في العدوان على سوريا، استطاعت بشكل أو بآخر أن تسلخ هذه الفوضى أو تخلص أدوات الفوضى، تخلص أدوات الفوضى من الأهداف التي كانت تذهب إليها، ألا وهو تقسيم الوطن السوري، تفتيت الوطن السوري، إسقاط الدولة السورية. هذه أهداف كانت لأدوات الفوضى ذاتها. الآن ما الذي حصل مع الأمريكي؟ أنه في اللحظة التي سقطت فيها هذه الأهداف بدأ يبحث عن أدوات جديدة. عندما لم يستطع أن يصل إلى هذه الأدوات تدخل بذاته بجسده. عربات أمريكية وقواعد أمريكية الآن منتشرة في بعض أجزاء من جغرافيا الوطن السوري، هدد بأنه سيدخل من الجنوب مع الأردني ومع البريطاني، أي تدخل في نفسه، تدخل بنفسه. كنت انتبهوا أنه تدخل بنفسه ليس لذات الأهداف الأساسية التي قام بالعدوان من أجلها، وإنما هي أهداف تكتيكية. اليوم الأمريكي يحاول أن يبني أهدافا تكتيكية من أجل تحسين شروط موقعه في التسويات القادمة. إذا أنا في تقديري، أنا أختلف مع أخي عبد المسيح ومع بعض الأخرى. أنا بدي أخذ رأيي بما تفضلت به. أنا أختلف. الأمريكي لا يريد الذهاب إلى تسويات، لكن مو بالطريقة يلي عم تفرض أنت عليه الآن هذه التسويات. يعني أنت في سوريا ماذا تقول له؟ البعض ينسى، نحن ننسى في بعض الأحيان. هو أهدافه الأساسية كانت باتجاه: أولا، عدم الإيقاف دعم المقاومة. اثنين، سحب اصطفافك الاستراتيجي مع إيران. ثلاثة، أن تذهب إلى تسوية مع إسرائيل. اليوم إذا نحن بنجي بنشوف، مهما قلت عن الدولة السورية ضعيفة وقل حرب أهلية، قل ما شئت، لكن هذه الدولة لم تتنازل لا عن دعمها للمقاومة. لاحظ ثوابتها. إذن الأمريكي محرج، الأمريكي محزوم في هذه الأهداف الأساسية. طيب، لكن أنا في تقديري نعم يقبل أن يذهب إلى التسويات، لكن يريد أن يكون في أحسن ظروفه وفي أحسن شروطه. أتفق مع أخي عبد المسيح
بأن الملف السوري المفصل السوري ليس منعزلا عن مفاصل وعناوين أخرى على مستوى العالم وعلى مستوى أوروبا وعلى مستوى الصراع الكبير الحاصل بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور عبد المسيح، إذا كنا الآن وصلنا إلى جملة هي كانت ختام للقاء السنة 4 في العاصمة الكازاخستانية، هو الاتفاق بين الدول المشاركة الوفود المشاركة على تخفيف التوتر في سوريا، أين الأمريكي من هذا الاتفاق؟ لم نسمع أي تصريح للأمريكي عن هذا الموضوع رغم كل ما جرى داخل القاعة في الجلسة الأخيرة وقبلها تماما، من ناحية تأخر وفد المجموعات المسلحة، لا ينوي أن يشارك وفد المجموعات المسلحة، وكأنه فقط هو بصفة مراقب رغم اختلاف التمثيل عن أستنا الذي سبق، أستنا 3. تماما، يعني هنا مكمن القضية، وهنا يعني الجواب. يعني أعتقد أن أمريكا تحاول من خلال عدم مشاركتها، يعني عندما نقول أن أمريكا لا تشارك بشكل على مستوى مثلا رئيس الوزراء أو على مستوى يعني مسؤولين كبار، أعتقد هي تتقصد ذلك، ليس لأن الأمر لا يعنيها. بالنتيجة كل هذه الأدوات وكل هذه المجموعات التي تشارك من تركيا إلى المجموعات المسلحة إلى كل هذه المجموعات، أعتقد أنها تأتمر وتنسق مع الأمريكي، ولا يمكن أن تأتي بأي حلول ولا أن تناقش في أي قضايا دون أن يكون هنالك ضوء أخضر من أمريكا لذلك. ولكن ما هو السبب؟ السبب هي أنها يعني تريد أن تبقى خارج الاتفاق حتى تتصرف على هواها، عندما تجد أن هذا الأمر يسير بالاتجاه الذي يمكن أن يصب بمصالحها تلتزم به وتعتمده وتقف إلى جانبه عندما لا يكون إلى صالحها ولا تسير الأمور كما تفضل يعني صديق العزيز الأستاذ خالد. طبعا أنا أتوافق معه تماما فيما يقول، الأمريكي يريد أن يكون جزء من عملية سلام إذا كانت هذا الأمر يصب بمصلحته. طبعا يعني أنا ما قلته هو أنه يحاول التهرب من أي صفقة سلام في هذه الفترة لأن الظروف اليوم لا تسير لصالحه. ظروفه والعناوين أستاذ عبد المسيح، ظروفه صحيح، ظروف الأمريكي الآن في أي تسوية ذاهبة سيكون خاسر، وبالتالي هو يحاول أن يحسن من شروطه، هذا صحيح تماما فضل. هذا تماما ما قصدته، هذه القضية، هو يريد أن يؤجل دخوله في نعم. أي حل سياسي حتى يستطيع ولو بشكل أو بآخر تحسين شروطه وأدواته التفاوضية، عسى ولعل أن يفرض حل سياسي على الأقل أفضل من هو قائم الآن. سوريا يعني كما قال تفضل أستاذ خالد، كل الشروط وكل الأهداف التي تبنتها أمريكا وكل هذه المنظومة سقطت عمليا، إسقاط النظام لم يسقط اليوم في سوريا، الحكومة أقوى، القيادة أقوى، الجيش رغم كل الثمن الباهظ بالنتيجة 6 أو 7 سنوات يقاتل ولا زاك، ولكن ما زال موجود، هنالك إنجازات كبيرة في يعني حلب تحررت، يعني هذا عنوان كبير جدا في المعايير الميدانية في سوريا على الصعيد السياسي، أي يعني هنالك كثير من المعطيات انقلبت ضد هذا التحالف. أمريكا اليوم لم تعد بالقوة التي كانت عليها قبل في بداية الأزمة، روسيا صاحبة اليد الطولة، اليوم كثير من المناطق في سوريا محررة والغلبة للجيش السوري، كل هذه المعطيات لا تصب في خانة أمريكا، ولذلك هي تحاول بشكل أو بآخر الهرب إلى الأمام أو في يعني تأجيل الدخول بأي حل سياسي، وهذا يعني هو تماما لب عدم مشاركتها على مستوى مسؤولين كبار في أستانا أو حتى في جنيف، حتى لا تستطيع حتى لا تفرض على نفسها. يعني عندما يشارك وزير الخارجية في أي مؤتمر في أستانا يجب أن يكون جزء من هذا الأمر، يجب أن يكون له دور أكبر مما يقوم به معاون وزير الخارجية، لذلك هي تتهرب من هذا الدور، تتهرب فإذا من هي من حل السياسي. وعلى هذا الأساس أنا بنيت فكرتي أن أمريكا حتى الآن ليست جاهزة للدخول بحل سياسي، هي تحاول الإيحاء بأنها تريد الدخول أو هي جزء من عملية سياسية أو حل سياسي، ولكن كما تفضل أستاذ خالد هي تأجيل الحل حتى تستوي ظروف، ربما وهي لن تستوي. أعتقد الأمور تسير باتجاه لا يصب في مصلحة أمريكا، الذي يجري هو أن سوريا تنتصر ولو يعني تدريجيا، وأعتقد أن المعادلة إلى حد ما اليوم، أنا قلتها ربما أكثر مرة، أن المعادلة اليوم في الأزمة السورية بدأت بمرحلة العد العكسي، والمرحلة العد العكسي عادة تكون نارية جدا، تكون عادة قاسية وتكون صعبة نعم. ويكون هنالك فعلا معارك شرسة جدا، ولكن هذا لا
أننا بدأنا بالعد العكسي الذي يصب في مصلحتنا ومصلحة سوريا. طيب قبل ما أنتقل للدكتور خالد العبود، كان يتحدث عن نقطة مهمة جدا، بدي جوابك عنها. بما معناه مفاد ما تفضل به الدكتور خالد العبود، قال لا يمكن أن نقول بأن الأمريكي سوف يخرج من هذه المنطقة خاسر، هل تتفق مع هذا الموضوع؟ 100%. أنا أرى هذا يعني نصب أعيني. أنا أعتقد أن الدور الأمريكي إلى حد ما بدأ بالأفول على الأقل في منطقتنا، في منطقة الهلال الخصيب. يعني يمكن أن يستثمر، يمكن أن يستثمر ولكن بطريقة أخرى، بأسلوب آخر أيضا. تماما. هو طبعا لن يخرج، يعني حتى نكون واضحين، هو لن ينتهي، أمريكا لن تنتهي طبعا. خسرت دورها كأمبراطورية عظمى، كقطب واحد في العالم. اليوم دخلنا نحن حقيقة وبشكل فعلي في مرحلة تعدد الأقطاب، دكتور خالد. الدور الأمريكي لم يغب كليا، ولكن في المنطقة اليوم، وخصوصا في منطقة في سوريا وجوار سوريا، اليوم الدور الأكبر والغلبة هي لروسيا ولحلفائنا. حقيقة الدور الأمريكي تراجع، وهذا أمر واقع، هذا نشاهده، يعني نسمعه، نتلمسه، وهذا نعم واقع. نعم. تفضل بالبقاء معي دكتور عبد المسيح، تعليقك دكتور أنا خالد. أنا مع أخي عبد المسيح جدا في هذا التوصيف، أضف على ذلك، أبني على ذلك، أنه أيضا أنا أفكر الآن بالعقل الدولي، أو أحاول أن تجسد عقلا دوليا. سقوط الإمبراطوريات شوف له أثره السالب على كل العالم. يعني إذا منفكر أن سقوط الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط أثره فقط، يعني دعني أقول السقوط الافتراضي الكامل للولايات المتحدة الأمريكية هو لن يكون فعله إيجابي 100% حتى لجهة الدول التي الآن محتربة مع الولايات المتحدة الأمريكية. خذ على سبيل المثال الصين. الصين لا تريد الإمبراطورية الأمريكية الآن أن تغيب، يعني بفيقوا صباحا والله غير موجودة الولايات المتحدة الأمريكية. لا، الولايات المتحدة الأمريكية كما قال أخي عبد المسيح هي إمبراطورية عظمى، هي لها مصالح متجذرة ممتدة. لكن هناك فرق، شوف وين نحن قتالنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو مو قتالنا، صدنا للمشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي الذي كان عابرا للمنطقة يريد أن يأخذ المنطقة بكاملها، لا يريد أن يعترف بمصالحك على مستوى الإقليم، مو بس أنت، شعوب المنطقة، شعوب الإقليم. طيب هنا 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 أتساءل، إذا كان الأمريكي وصل إلى هذه المرحلة، دعني أقول، لا أريد أن أقول التقهقر، ولكن إلى موقف الإحراج، بأنه ما كان يأمل بأن يصل إليه في هذه المنطقة لم يتحقق بوجود الروسي وارتفاع مستوى الروسي في المنطقة. الروسي دائما يتعامل معه بحسن نية ودبلوماسية عالية المستوى. نعم. لماذا لا يحاول استغلال هذه الفرصة؟ ممتاز. فقط أنا بس ليس صحيحا، وإنما إنارة، يعني بدي ضوي، مو فقط الفعل الذي قام به في وجه الأمريكي هو الروسي، لا، ما نصغر كتافنا تماما. ايه؟ يعني حتى وجود ما وصل إليه الروسي، كنا دائما نقوله بفضل أبطال الجيش العربي السوري، بفضل، شوف صديقي، بفضل تضحيات السوريين، بفضل تضحياتي وتضحياتك. معليش خليني يكون، وما نحاول أنه والله في لحظة من اللحظات، لا، سوريا يلي هل يعني حجمها حجم صغير، طاقاتها قدرتها كذا إلى آخره، لكن العقل الذي استثمر في هذه الطاقات وفي هذا الحجم استطاع أن يوقف المشروع الأمريكي. هلأ استفادت قوى، إيران استفادت منك، وليس عفوا وليس عيبا أن أقول هذا الكلام، حزب الله استفاد بصمودك، الروسي بنى خارطة دولية وإقليمية على هذا، على صمود الدولة السورية. هذا يجب أن، لكن سؤالك هام جدا، أنه يا أخي أنتوا وصلتوا لهذه اللحظة، معليش سأفترض الأمر كذلك، أنه يا أخي طيب ما الروسي ليش كان معلق لي بهالأمريكي، يترك الأمريكي ويمشي. بدك تنتبه على أن المنطقة لا تقوم فقط على قرن روسي وقرن أمريكي. الروسي لا يفكر كالأمريكي، يفكر بعقل أكبر وأوسع، يدرك جيدا أن المنطقة وأن تبريد المنطقة بالمعنى الحقيقي للتبريد تحتاج إلى تضافر كل القوى. انتبه اليوم رئيس الوفد الروسي ماذا يقول، يقول الوثيقة أو بمعنى مفتوحة للجميع، لأنه يحتاج الجميع، فتبريد واستقرار المنطقة تحتاج إلى تحالف كل القوى على المستوى الإقليمي، وليس فقط والله الروسي قادر أن يبرد بالنار، صح، قادر أن يرسم خرائط الآن بالنار، صح، إلى جانب حلفائه، لكن ما قادر على أن يؤمن استقرار المنطقة والإقليم بدون توافقات إقليمية ودولية كبرى، على رأسها حضور الأمريكي،
توافق مع الأمريكي. هذا هام يجب أن نفهمه في السياسة. طيب أيضا دكتور عبد المسيح، سأتطرق إلى جملة قالها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عندما يقول بأن موعد استئناف محادثات السورية السورية في جنيف لم يحدد بعد، ومن المتوقع أن يكون في 20 من شهر أيار الجاري، وسيكون هناك جولة مكوكية لستيفان ديمستورا. وأيضا كان يقول السيد لافروف بأن عملية أستنا وعملية جنيف مرتبطة ببعضهم البعض، لا يمكن فصل هذا الموضوع عن الآخر. لكي تحقق عملية وقف الأعمال القتالية ويكون هناك آلية لتنفيذ هذه الأعمال ويكون هناك محاسبة لمن يقوم بخرق هذا الاتفاق، تنتقل بعدها لمناقشة الأمور السياسية الأخرى المرتبطة بتمثيل بعض الفرقاء في الدولة السورية في جنيف. برأيك هل الطريق معبد إلى جنيف فيما لو تحقق بنود اتفاق أستنا؟ يعني أنا أعتقد بعد هذا الاتفاق هنالك جولة في جنيف لا شك. يعني أعتقد أن الروسي يعي تماما أهمية دور أستانا، أهمية البعد العسكري الميداني الذي يعنيه اجتماع أستانا لدخول بأي حل في جنيف. لذلك اليوم عندما يصل إلى اتفاق بهذا الحجم، وهو اتفاق ليس قليل، هو اتفاق حقيقة كبير، وربما يكون نقطة تحول إذا تم الالتزام به في مسار الأزمة السورية. طبعا يعني قناعة ويعني معرفة من قبل الروسي بأن الحل السياسي يبدأ بالحل العسكري، هو أنشأ منصة أستانا. هذا هو الدور الحقيقي لأستانا. أستانا هو يعي تماما، الروسي يعي تماما، وكل والسوري والإيراني وهذا وحلف المقاومة يعي تماما بأن كما يعني هو واضح لا يمكن الدخول بأي حل سياسي قبل أن يكون هنالك تسويات على أرض الميدان، تسويات عسكرية، تسويات أمنية. وأعتقد أن ما جرى اليوم هو خطوة كبيرة يتوجب ويستدعي جنيف جديد. ربما يكون يعني هذه المرة تكون هذه الجلسة ربما أهم الجلسات التي جرت في جنيف إذا تم الالتزام بشكل حقيقي في ما تم الاتفاق عليه اليوم حول المناطق يعني المخففة الصراع والقتال. لذلك أعتقد أن اليوم الجولة إذا كانت جادة، اليوم أمريكا إذا كانت جادة، تركيا إذا لم تتصرف كما تصرفت في المرات القادمة، المشكلة أنه ليس لدينا ثقة في هذه الجهات، ليس لدينا ثقة في الدور التركي. أخرج من موضوع إن كان هناك ثقة أم لا بالدول الضامنة، وهذا سؤال طرح على لافرنتيف في حول الضامن التركي وهل نثق بالضامن التركي. كان الحديث موجه لرئيس الوفد الروسي، قال بأن ليس لدينا أي دوافع للتشكيك، يبدو أنه يترك مساحة من الأمل في هذا الموضوع. ولكن بدي أشركك أنت وضيفي الكريم الدكتور خالد أيضا بهذا السؤال. عندما يقول لافرنتيف اعتبارا من السادس من هذا الشهر، أي بعد يومين تقريبا، سيبدأ وقف الأعمال القتالية في المناطق الأربع في سوريا، والسيد بشار جعفر يقول نحن نطلب من الحلفاء الروس والإيران أن يقدموا لنا تفاصيل حول هذا الاتفاق، إذن الموضوع ليس بهذه السهولة ليتم بعد يومين وقف لهذه العملية. ولافرنتوف أيضا يقول يجب أن يكون هناك جهود كبيرة لوضع خرائط لوقف الأعمال القتالية في هذه المناطق. رأيك بسرعة لو سمحت لي أنتقل للدكتور خالد. يعني اعتقد قضيه ان يعني الضمانه التركيه اليوم يعني لا يمكن قراءه هذا الامر وكان تركيا هي عامل خارجي عن القضيه والمجموعات الارهابيه يعني عامل اخر يمكن ان تمون عليها او يعني بحكم يعني العلاقه الشخصيه. المجموعات الإرهابية هي أذرع تركيا. عندما يقال أنك يعني يجب أن على تركيا أن تكون ضامن، هي يجب أن هي لأنها جزء من هذه الحرب. هذه المجموعات تعتبر عسكر عند التركي كما هي في النهاية عسكر عند الأمريكي. بس يا دكتور عبد المسيح، ليس كل هؤلاء التنظيمات الإرهابية هم عسكر عند التركي. فقط بدي أنقل فكرتك للدكتور خالد. يعني اليوم أنا صحيح المواطن صحيح. السوري تماما، المواطن السوري يقول يا أخي بالعامية، هلا انت جاي على اتفاق وبعد يومين بدك تطبق هذا الاتفاق وعم تخلي ما عندك خرائط، وانت بحاجه لحتى تكون عندك هاي الخرائط، وهناك اليه يجب ان تضع لها مفاصيل دقيقه. طيب انا شو بيضمن لي انا السعودي ما يعطل؟ يعني ليش انا حاط الضامن دائما تركي؟ انا بدي الاليه، بدي التنفيذ، هل هي بهذه السهوله؟ واذا تم الخرق شو الرد؟ انا في تقديري هذه الرؤيه ليست واقعيه. يعني اسف ان اقول هذا الكلام، انا احلل الان ولا انقل موقفا.
تماما يعني ننقل ما يجول في خاطر الشارع السوري كما نرى. وبالتالي تماماً يجب أن نكون صادقين. هلأ أنا ما عم بحكي كموقف سياسي، أنا عم بحكي الآن بالفهم بالتحليل بالرؤية ما يحصل ما أشاهده ما أتابعه. في تقديري أنه أن يعني هذا لا يمكن أن يكون واقعيا وليس حقيقيا، هذه الدعوة هذه الرؤية المقدمة، ولكن أنا في تقديري أنها محطة لابد منها للوصول إلى ماذا صديقي؟ يجب الانتباه. عندما كان الروسي يدعو الأمريكي لتقديم خرائط لتظهير أو توضيح تموضع المعارضة المعتدلة المسلحة بين قوسين من داعش وجبهات النصرة، كان يتهرب، كان يتهرب. لكن أنت في تقديرك كانت دعوة الروسي حقيقية أم أنها افتراضية؟ أنا في تقديري ما بدي أجاوب أنت. أنا في تقديري في تقديري أنها كانت افتراضية وليست حقيقية، لكنه كان لابد منها. ليش؟ لأن التقرير الموجود عند المخابرات السورية أن كل هذه المجموعات التي حملت السلاح مشغلة من الخارج، ليست لها أهداف وطنية وأولويات. والدليل والدليل على ذلك لما من كم يوم هن علقانين بالغوطة وانت عم تحكي لي عن ثورة وهن مبلشين ببعض. هلأ بدك أكثر؟ الأيام القادمة راح يصير على معنى على النحو التالي: في المناطق الأربعة سيناريو الغوطة سيمتد على المناطق الثلاث الباقية. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك اتفاق حقيقي بين الدول التي تمول هذه المجموعات. وبالتالي أنا في تقديري أن الروسي يدرك جيدا أن هذه الدعوة لهذه الرؤية إنما هي دعوة لابد منها، لكنها لن تكون حقيقية ولن تكون واقعية. ليش؟ لأن الميدان ليس كذلك. والأمريكي يعرف بأن ما جرى في ريف دمشق سوف يمتد إلى المناطق الأربعة وهو يتفرج. لا أستطيع، لا أستطيع أن أجيبك بأن الأمريكي يعرف أو لا يعرف، لكن هناك رسائل، يعني ليس لدي دلائل حقيقية، لكن لدي دلائل ومعطيات أن الروسي بيعرف. انتبه، لدي دلائل ومعطيات أن الروسي بيعرف، لدي دلائل ومعطيات ومعلومات أن السوري بيعرف، لدي معطيات أن الإيراني بيعرف، لكن الأمريكي لا. لأنه الأمريكي أنا قلت لكم كإعلاميين منذ سنوات، حتى عفوا محدود سنتين، قلت لكم بأنه الأمريكي أصيب بعمى استخباراتي على المستوى الإقليمي. وبالتالي لما قال له الروسي قال له أعطيني الخرائط لتوضيح تموضع المعارضة المسلحة، مو ما رضي يعطيه، ليس لديه، ليس لديه، ما له شايف، ما له حاسن يحط خطوط فاصلة بين معارضة معتدلة مسلحة وبين جبهة النصرة وداعش. وبالتالي أنا أرى، وما بدي ما بدي عفوا يعني أنا أنال معنويا من أحد، لا، هذه دعوة لابد منها لكنها لن تكون واقعية ولن تكون حقيقية. والدولة السورية وافقت على هذا الاتفاق من أجل حقن الدماء اليوم لأهداف كثيرة تماماً. واحد آسف جدا ما بدي أطول على عبد المسيح. أولا من أجل التخفيف من دماء السوريين، حقن دماء السوريين، الذهاب مع بين قوسين المجتمع الدولي والحلفاء لجهة تبريد هذه المناطق. ما عندنا مشكلة، لكن بدك تنتبه أن الدولة السورية تعلم وتدرك أن هذه المساحات وهذه البؤر مو فقط الأربعة، إنما هي عبارة عن بؤر فوضى استعملت ضدها، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفا وندا للدولة السورية. طيب. وبالتالي هذه الرؤية لن تمر مرورا حقيقيا. طيب دكتور عبد المسيح، بدي من حضرتك جواب. عندما نكون في اجتماعات أستنا، بداية اجتماعات أستنا كان الهدف منها وضع آلية لوقف الأعمال القتالية ومحاسبة من يقوم بخرق هذا الاتفاق. أنا اليوم كيف أحاسب التركي؟ لا أريد أن أتحدث عن السعودي لأنه ليس لديه أي مقعد في هذه المفاوضات اليوم. بسرعة لأن هناك سؤال آخر سوف أطرحه عليك. تماما، يعني أعتقد يعني اليوم المشكلة في تركيا، على سبيل المثال سأعطي مثال يعني مباشر، المشكلة في تركيا أنها بعد التوتر وبعد خسارة علاقاتها اليوم، أو بعد غطاء يعني خسارتها لغطاء الناتو الذي لم يعد إلى حد ما فعال اليوم، علاقتها المتوتر مع أوروبا التي كانت يمكن أن تحتمي بها، علاقتها المتوتر مع أمريكا، المشكلة في تركيا أن لا يوجد لها أدوات ولا يوجد أي كروت لتضعها على طاولة المفاوضات سوى هذه المجموعات الإرهابية، لذلك لن تفرط بها. يعني يجب أن ننتبه أن تركيا تفرط بها إلا إذا كان هنالك صفقة ترضيها، ولا يوجد حقيقة لا في أيدي روسيا ولا في أيدي سوريا أي صفقة ترضي التركي، ولا حتى في أيدي أمريكا ولا أوروبا. وليست هذه الجهات مضطرة اليوم بعد كل ما جرى، بعد كل الانتصارات التي حققتها سوريا وإيران وروسيا، أن تعطي اليوم هدايا إلى تركيا. لذلك
اليوم التركي لن يكون جدي في تقديم أو في كبح جماح المجموعات الإرهابية الموجودة في سوريا. هذه معضلة. الأمر نفسه ينطبق على السعودي، لذلك القضية، وهنا ننتبه، وهذا يوصلني إلى ما تفضل به الأستاذ خالد وأنا أوافقه تماما، إلى أن خريطة منطقة، خريطة الإرهاب، ليست كلها في أيدي أمريكا. التركي يحاول بشكل أو بآخر أن يورط الأمريكي كما ورط أوروبا في كثير من الملفات، ملفات اللجوء وغير اللجوء، كذلك الأمر بالنسبة للسعودية، رغم أن هذه الدول هي أدوات ولا تستطيع بشكل علني أن تخرج في وجه أمريكا، ولكن بالنتيجة أيضا لها أجنداتها الداخلية التي أحيانا تورط بها أمريكا وتورط بها دول أخرى في مواجهة سوريا، في الحرب، مواجهة روسيا في الحرب القائمة. عندما قال يعني كلمتين ترامب أننا نريد مناطق آمنة، وجدنا كيف أن أردوغان التف على التفاهمات وعلى الأجواء الجيدة التي كانت مع روسيا واتجه مباشرة إلى أمريكا. هو يلعب بشكل أو بآخر على كل الاتجاهات، ولكن أصبح مكشوف، يعني أصبح هذا الوجه مكشوف، وأعتقد أن يعني إطار المساحة التي يستطيع أن يتحرك بها أردوغان ويعني تركيا والسعودية، أعتقد أنها باتت محسوبة في كل يعني المخططات التي تقوم بها سوريا وروسيا وإيران. طيب دكتور عبد المسيح، هل أنت مع بأن السعودي، القطري، التركي أدوات بيد الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد، يعني لن يكونوا غير ذلك. يعني هؤلاء، يعني هذه المشيخيات، هذه العروش، هذه السلطات، يعني الأنظمة، إن كان النظام التركي، النظام السعودي، هؤلاء جاءوا إلى السلطة. يعني لا أريد أن أدخل بتفاصيل، ولكن معروفة كيف أتت، كيف هي الظروف والتفاصيل التي تشكلت من قبل الأجهزة الأمنية التي جاءت بأردوغان إلى السلطة، وكذلك الأمر بالنسبة لآل سعود من علاقتهم مع الصهيونية ومع الإنجليز إلى ما هنالك. طبعا خلفية النظام القطري معروفة كيف أيضا يعني شكلت. إذا نحن متفقون على أن هذه الأنظمة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكي هو من يشغلها. نحن متفقون على هذه النقطة. بدي أنقل الفكرة تماما للدكتور خالد. اليوم دكتور خالد، إذا كان الأمريكي حاضر في اجتماعات أستنا، وهو يتفرج في موقع المراقب لما يتصرف به التركي ولما يتصرف به التنظيمات المدعومة من السعودية ومن قطر، وهذه المسرحية التي قاموا بها داخل هذه القاعة، ما الذي ينتظره التركي الأمريكي اليوم؟ هذا من جانب. ماذا ينتظر الأمريكي من جانب؟ وإذا قلنا بأن التركي لديه هناك غمامة بينه وبين الأمريكي من جانب، ويستجد العداء مع دول الاتحاد الأوروبي، وتارة يستجد العداء مع روسيا، ويذهب باتجاه روسيا وهي ألد عدو اليوم للأمريكي، على أي أرض صلبة يقف اليوم نظام أردوغان لكي يعادي إلى حد ما الاتحاد الأوروبي، يفتح عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، يفتح عداء إلى حد ما مع روسيا؟ هذا من جانب آخر. عظيم. أنا في تقديري هذا السؤال هام. تعال نطرح السؤال أيضا في ظل هذا السؤال، نطرح السؤال التالي: العداء بين أردوغان والولايات المتحدة الأمريكية ما هي نتائجه؟ يعني اليوم بتقول لي في عداء بين نظام الرئيس بشار الأسد وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بقول لك نتائجه هي على النحو التالي: إنه صارنا أقل ما في الأمر منذ الستينيات حتى اليوم، منذ ثورة الثامن من آذار حتى، ونحن مشتبكين مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى الاستعمار. بدك هلأ بتقول لي لا يا أخي، أنا بدي أتقمص أدوار آخرين. قل لك يكفي 6 سنوات الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنادي بإسقاط الرئيس بشار الأسد. طيب تعال نسأل السؤال التالي: هل أردوغان المشتبك مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع أوروبا؟ تماما، نسجل إذا مع حلف الناتو. طيب ليش ما بيترجم هذه المواقف الإعلامية السياسية إلى ترجمة حقيقية في الميدان، إنه يوقف بكرة ترامب ويقول يجب أردوغان أن يتنحى؟ ليش ما بيقول هذا الكلام؟ ليش أوباما ما قال هذا الكلام رغم أنه في لحظة من اللحظات اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها وراء الانقلاب الذي حصل في تركيا؟ لا، ما نغلط. أردوغان جزء من غرفة عمليات استخبارات أمريكية. إذا بتعود شوي لوثائق قديمة تجد أنه أردوغان تربية المخابرات الأمريكية. بس المخابرات يا أخي هاي مخابرات، مو إدارة الإخبارية، مو أنا وياك، هذه مخابرات. لما بدها تدير اللعبة بتديرها بطريقة تبعد، بتدير اشتباكات بينه وبين أردوغان. لكن في المحصلة، خذ مثلا أوروبا، هل من المعقول يا رجل العالم يقود عدوان على الرئيس بشار الأسد
وبيجوا بيقولوا والله لأنه النظام رئاسي، كأنه فيه نظام رئاسي، إيه يا ريت تعطوا شوي للبرلمان. هذا نداء أردوغان نفسه. صحيح. في اللحظة التي الآن أردوغان يقلب النظام في بلاده من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. طيب غضبة أوروبا، ترجم لي ما هو الغضب الأوروبي باتجاه أردوغان. تعرف ليش غضبة أوروبا على أردوغان؟ إمتى غضبت بالضبط وإمتى صاروا يصرحوا الأوروبيين؟ قبل الانتخابات. لماذا؟ طلبت الاستخبارات التركية من الاستخبارات الأوروبية رفعوا الصوت ضد أردوغان. ليش؟ مشان ينجح بالانتخابات. ما الشارع التركي شو؟ شارع عاطفي، هو شارع من هذا الشرق، هو قائم على أنه بدافع عن الإسلام ولا ما بدافع عن الإسلام أردوغان. في نظر الأتراك أردوغان رأس الإسلام، وفي نظر بعض السوريين وبعض العرب أن أردوغان رأس الإسلام. من الذي صنعه؟ إياك أن تظن بأن الذي صنعوه هم السوريون الذين وقفوا أو يتغنون بأردوغان أو الأتراك. الاستخبارات الأوروبية هي التي صنعت هذا، قدمت هذا الشخص على أنه الرأس الأول في الإسلام أو المدافع عن الإسلام. طيب وين الخلاف الأوروبي الآن بعد ما خلصت الانتخابات؟ استفتاء على الدستور. وين الآن الموقف الأوروبي من أردوغان؟ شو لازم يصير بعد الذي حصل يا صديقي؟ ما صار النظام رئاسي وصار أصبح السلطان الجديد لتركيا. نعم. كان يجب على أوروبا ماذا تفعل؟ تقف على قدميها أوروبا. إنه تشلون هيك عم تشتغل؟ إذن هي فقط بروباغندا. أنا في رأيي نعم هي مواقف أوروبية لتحسين صورة أردوغان. في بعض الأحيان المديح، يعني إذا بجي الآن الأمريكي بده يمدحك، لاحظ قد يسيء لك أنت كأردوغان، لكن إذا بيشتبك معك إعلاميا لا، بيعطيك موقع جديد. طيب هذا يجب أن نفهمه، هذه لعبة الاستخبارات ولعبة الإعلام أيضا ولعبة بعض السياسيين، يجب أن نفهم هذا الأمر. طيب فضل. دكتور عبد المسيح، بما أننا نتحدث عن النظام التركي وجل حديثنا حول اجتماع السنة وخاصة الضامن التركي، رأيك بزيارة أردوغان إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان جل حديثه عن حل الأزمة السورية، الوصول إلى بهذه السفينة إلى بر الأمان، وكأنه اليوم هو وصي على الدولة السورية، وهو تباكى إلى حد ما في حديثه على الأطفال الذين يسقطون يوميا نتيجة الضربات التي تحصل في على الأراضي السورية، متناسيا بأنه هو الشريك حقيقي بسفك الدم السوري. إلى أي حد يمكن أن نقول بأن أردوغان لا يعرف بأن الروسي يعرف حقيقة ما الذي يخبئه وما الذي خلفية كل ما يتنطح به على شاشات التلفزة؟ يعني هو طبعا يحاول بشكل أو بآخر تبني اللغة التي يتكلم بها أسياده في الغرب. هو يحاول، هو طبعا السياسة الغربية على ماذا قائمة؟ السياسة الصهيونية. وهنا يجب أن ننتبه إلى قضية أن ما يجري حول العالم في تركيا أو في أوروبا أو حتى في أمريكا، هنالك يعني منظمات عالمية، هنالك يعني إذا صح التعبير حكومة خفية، دعني أقول الأمور كما هي، هي التي تدير العالم اليوم. الصهيونية العالمية هي التي تدير العالم، هي التي تحرك أمريكا وهي التي تحرك أوروبا. والنقطة المهمة في هذه القضية عندما نتكلم عن أردوغان، لا يمكن أن يكون، ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق بين مصلحة ودور أردوغان وبين مصلحة ودور تركيا كبلد. يعني أعتقد أنه جرى تركيا إلى كوارث ليست في مصلحة تركيا. الهدف والسمت يعني المحرك الأساسي كان هي المصالح الصهيونية قبل المصالح التركية، كما هو الأمر حتى في أمريكا. يعني اليوم ما هي مصلحة أمريكا في كثير من الحروب التي دخلت بها، علما أنها كانت يمكن أن تصل إلى مصالح اقتصادية أكبر وأهم بكثير إذا كانت يعني دخلت بطريقة مختلفة. طبعا سياسة أردوغان ولغته في روسيا مكشوفة، أعتقد يعني هو مكشوف، لا يستطيع أن يكذب على بوتين ولا على السياسة الروسية ولا على السياسيين الروس. ولكن المشكل في أردوغان أنه يعيش أوهام حقيقة أنه مخلص هذه المنطقة، كما تفضل أستاذ خالد أنه هو زعامة الإسلام، أنه هو يعني اليوم الخليفة القادم. هو يرى طبعا يعني يريد أن يقدم نفسه على أنه هو المنقذ وأن النظام السوري والقيادة السورية وإلى ما هنالك، كما يصفهم هو، هم من يقتلون إلى ما هنالك. هذه اللاجئة أعتقد أنها باتت مكشوفة ومعروفة حتى في الغرب. يعني اليوم منذ عدة أيام كنا في إحدى الزيارات مع مجموعة من يعني احتفالية لمجموعة من السياسيين هنا لأحد الأحزاب، كانت يعني جل
كل الكلمات التي أطلقت كان لها قسم كبير حول تركيا وحول أردوغان، رغم كل ما قلناه وهذه العلاقة التي تعتبر إلى حد ما تكاملية بين الدور التركي في المنطقة وبين ما تقدمه أوروبا، ولكن كانوا إلى حد ما يتكلمون عن هذين الوجهين المختلفين في أردوغان. هذا الكذب، هذا النفاق، هذا أعتقد السياسة اليوم أصبحت مكشوفة أكثر مما مضى، ولا يمكن تمرير هذه القضية وهذه اللغات التي أصبحت مكشوفة عند الروسي وعند غير الروسي. طيب دكتور عبد المسيح تفضل بالبقاء معي، ودكتور خالد أيضا. طبعا مشاهدينا، في ختام لقاء السنة الأربعة حول سوريا في الجلسة العامة كان هناك تصريح صحفي للدكتور بشار الجعفري بعد انتهاء أعمال هذا الاجتماع، لنتابع سوية. انطلاقا من التزام الجمهورية العربية السورية بالحفاظ على حياة الشعب السوري ووقف سفك دمائه، وانطلاقا من استعدادها على الموافقة على كل ما من شأنه أن يساعد على عودة الشعب السوري إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان، بما فيه إعادة تنشيط وتقوية الاقتصاد السوري ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب هذه الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا، ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها، فإن الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر، وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون أول ديسمبر 2016، بما فيه عدم قصف هذه المناطق. إن الجمهورية العربية السورية تؤكد في نفس السياق استمرار الجيش العربي السوري والقوات المسلحة الرديفة والحلفاء حربهم ضد الإرهاب ومكافحتهم لتنظيمي داعش والنصرة والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما أينما وجدوا على امتداد الأرض السورية. نأمل من الأصدقاء الروس والإيرانيين بحث تفاصيل هذه المذكرة التي تحدثت عنها للتو في دمشق في أسرع وقت ممكن، بمعنى بحث تفاصيل آلية تنفيذ هذه المذكرة في أسرع وقت ممكن في دمشق. نعتبر أن أستانا 4 كانت قفزة نوعية في إنجازاتها، ونشكر كازاخستان قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها لهذه الاجتماعات، كما نشكر أيضا نخص بالذكر روسيا وإيران في شكرنا لهما على الإنجاز الهام الذي سينعكس حكما في حقن دماء السوريين وفتح الباب أمام الحل السياسي. إذا مشاهدينا الأكارم، تابعنا في ختام لقاء أستانة 4 المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور بشار الجعفري، وتحدث عن نقاط مهمة جدا كنا قد تطرقنا إليها. قال نأمل من الأصدقاء الروس والإيرانيين بحث تفاصيل المذكرة الروسية مع دمشق في أسرع وقت ممكن، وتحدث بأن هذه المذكرة هي لوقف الدماء السورية والحفاظ على وحدة وأراضي الجمهورية العربية السورية ولتحسين الاقتصاد السوري والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وقال بأن أستانة 4 تعتبر قفزة نوعية بإنجازاتها، ووجه الشكر إلى جمهورية روسيا وإيران وكازاخستان في هذا الإنجاز المهم الذي سوف يساعد في فتح الباب أمام الحل السياسي. دكتور خالد، طبعا بتحب تعليق على ما تفضل به الدكتور؟ لا، شكرا للدكتور بشار لأنه وضح الفكرة التي كنا توقفنا عندها قبل قليل في العاجل الذي جاء منذ بداية الحلقة، أنه بمعنى يعني رد خبر على دمشق أو التنسيق مع دمشق. تماما، وضحها هي أنه في آلية العمل، هذه ممتازة في تقديري، مهمة جدا وهامة جدا. نعم. طيب أريد أن أنتقل إلى المنطقة الجنوبية. طبعا هذا الموضوع كان أغلبية المحللين يتوقع أن يتم طرحه في أستانة، وهو مشاريع التقسيم التي تدور في عقل الأردني والأمريكي، وخاصة أن موجود الأمريكي والبريطاني والأردني على الحدود السورية في المنطقة الجنوبية. لماذا غيب هذا الموضوع أيضا، كما غيب وجود الأمريكي في شمال شرق سوريا أيضا؟ لماذا قلت لك قبل قليل بأنه هي مرحلة أو هي محطة، أي الحاصل الآن المبادرة الروسية هي محطة
ليست واقعية لكن ضرورية، لأنه كما قلت حضرتك غياب ما حصل بين الأمريكي والبريطاني والأردني. بس أنا تعال نطرح السؤال التالي، أنه لماذا أراد الأمريكي والبريطاني والأردني أو فكروا هؤلاء بالدخول إلى جغرافيا الجنوب السوري؟ هم يقولون وليس نحن، سيادة الرئيس بشار الأسد عندما توقف عند الدور الأردني قال بأن لدينا معلومات بأن هنا قوات ستدخل باتجاه جغرافيا الوطن السوري، ولم يقل ما هدف هذه القوات، لكن بأي شكل من الأشكال هو مرفوض. لماذا؟ لأنه تطاول على سيادة الوطن السوري، وبالتالي هذا في المواثيق الدولية مرفوض. هم قالوا بأننا سنواجه الإرهاب، وأنا أقول لك كانت لديهم تطلعات بالدخول باتجاه الريف الغربي لمدينة درعا أو محافظة درعا. لماذا؟ لأنه فعلا المنطقة هناك موجود فيها مجموعات إرهابية تنتمي إلى داعش وتنتمي إلى جبهة النصرة. أنا في تقديري لاحظ أن الآن هذه المبادرة في تقديري هي لحظة لاختبار هذه الجغرافيا وإعادة التنسيق فيما بين القوى بين قوسين الضامنة لهذه المبادرة من أجل التعاون فيما بينها، أو دعني أقول تأكيد أنه لابد من أن يكون هناك تعاون في مواجهة هذه الكتل الإرهابية المتواجدة وخاصة في الجنوب. أقول لك خاصة في الجنوب، لأنني أعتقد أن الأمريكي تراجع عن دخوله بالجنوب، ولا أظن إطلاقا بأنه كان يضع أهدافا كتلك الأهداف التي تحدث عنها كثيرا. طبعا أريد أن أنتقل إلى جانب أنا أعشقه دائما، وهو الجانب الميداني الذي يحققه أبطال الجيش العربي السوري والانتصارات التي يقومون بها. طبعا في تقرير بدنا ناخذه عن عمليات الجيش العربي السوري في تكبيد لتنظيم داعش الإرهابي والنصر خسائر كبيرة إن كان في ريف حمص الشرقي والشمالي وفي درع البلد. نتابع. تتواصل عمليات الجيش العربي السوري في القضاء على الإرهاب. وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفذت ضربات مركزة على تجمعات ومقرات للمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة في منطقة درعا البلد، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين في حي طريق السد وشمال غرب الجمرك القديم، وتدمير تحصيناتهم ودشم رشاشاتهم جنوب شرق الخزان وفي حي العباسية. وعلى محور حمص يتابع الجيش العربي السوري تقدمه. مصادر عسكرية أكدت أن وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة أحكمت سيطرتها على قرى التدمرية الخليلية المهشم وجبال شومارية وعدد من التلال المحيطة بها، وقضت على أعداد من إرهابيي داعش. كما أكدت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش استهدفت مبنى تفخيخ سيارات لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية ديرفول بريف حمص الشمالي، ما أدى إلى تدمير سيارتين مفخختين والقضاء على عدد من الإرهابيين. أذهب مباشرة إلى الدكتور عبد المسيح الشامي. حضرتك دكتور آسفين أطلنا عليك شوي، ولكن الوقت يداهمنا بأقل من دقيقة. عندما ننظر إلى ما يخطه أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة بمؤازرة الحلفاء على أكثر من محور، من المنطقة الجنوبية إلى الوسطى إلى المنطقة شمال شرق حلب، كيف تنظر إلى هذا الواقع الميداني، وإلى أي حد يمكن أن نقول بأنه ورقة رابحة دائما بيد الدولة السورية للمقارعة في المحافل الدولية؟ هو الورقة الرابحة الوحيدة حقيقة. اليوم المقياس على الميدان، لا يمكن اليوم الكلام عن أي شيء في السياسة طالما نحن نتكلم عن حرب يعني قائمة في أي بلد دون يعني الانطلاق من الواقع الميداني. هذا أعتقد الواقع المهم الذي هو الذي سوف يحدد وسوف يفرز يعني موازين القوى وسوف يحدد خريطة وشكل وطبيعة الحل القادم. وأعتقد أننا يعني حقيقة يعني حتى الآن حققنا إنجازات مهمة جدا. نحن على
على طريق الانتصار. في الحقيقة ما يجري ما جرى حتى الآن أمر سوف يكون درسا، يعني أعتقد سوف يكون مقياس وسوف يدرس في كتب التاريخ كثيرا عن هذا الصمود، عن هذه الانتصارات الكبيرة جدا، عندما نتكلم عن أن العالم كله تحالف علينا 6 أو 7 سنوات من الصمود ومن الانتصارات. لم نعد نتكلم اليوم عن صمود، هذه نقطة مهمة، نحن نتكلم اليوم عن انتصارات، انتصارات تحققت في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب وفي الشرق، وأعتقد أن الانتصارات القادمة أيضا ليست بعيدة إن شاء الله. ولو سوف لن تحل القضية قبل أن يكون هناك انتصار كبير، أعتقد هذا هو الميزان الأول والأخير الذي يجب أن ننتظره نحن السوريون. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد المسيح الشامي الكاتب والباحث السياسي، كنت معي عبر خدمة سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك. دكتور خالد، بأقل من نصف دقيقة، كيف تنظر إلى قادم الأيام في ظل ما يجري في الميدان وما يجري في السياسة وما ينعكس الميدان على السياسة؟ في العلوم السياسية هناك مجموعة من المعادلات حاكمة لأي مشهد. لاحظ السياسة الآن، ما يحصل في السياسة هو صرف حقيقي موضوعي لناتج اشتباك الميدان. شو بصير معك بالميدان؟ بيروح السياسي بيصرف هذا الناتج في المنصات الدولية. وبالتالي أنا أقول لك بالفم الملآن بأن سنبقى نعول على أحذية أبنائنا من القوات المسلحة في صمودهم وبسالتهم وتضحياتهم في وجه هذه الأدوات، أدوات الفوضى وأدوات العدوان. قولا واحدا أنت ذاهب باتجاه النصر، أي ستصرف حقيقة هذا الصمود وهذه البسالة في السياسة لجهة الانتصار الكبير. أشكرك جزيلا الشكر ضيفي الكريم الدكتور خالد العبود عضو مجلس الشعب على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذهب إلى العناوين. الدول الضامنة الاجتماعي أستنا توقع على الوثيقة المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا. موسكو تأمل باستئناف محادثات جنيف خلال الشهر الحالي. وحدات من الجيش العربي السوري توسع نطاق سيطرتها بريف حمص الشرقي وتستهدف الإرهابيين على أكثر من محور. مشاهدينا أشكركم على كرم المتابعة، كانت تلك ملفات هذه الحلقة من استوديو الحدث، يمكنكم متابعتنا عبر موقع الإخبارية السورية وعبر الفيسبوك. الرحمة لشهدائنا الذين ارتقوا إلى مصافي عالي عليين وشفاء العاجل لجرحانا، وكل التحية والإجلاء لحماة الأرض والعرض، كنتم وستبقون أنتم الشرفاء، والسوريون يقولون للعالم لا خوف على الوطن طالما هناك شعب يردد ويقول حماة الديار عليكم سلام. هذه تحيات فريق العامل ومني أنا عبد الزمام، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.